أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، مقدما التعازي في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط، مجددا إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم والتضامن الكامل مع سلطنة عمان في هذا الظرف. وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف، من جانبه ثمن السلطان هيثم بن طارق مواقف مصر الداعمة للسلطنة، مشددا على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ التعاون الثنائي المتميز بين البلدين في مختلف المجالات. توجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الغنية أكرا للمشاركة نيابة عن الرئيس السيسي في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي غدا الأحد، وذلك على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النبات. التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره النيجيري يوسف مايتاما توغار على هامش الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغيره من التهديدات الأمنية، كما أكد حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء النيجيريين في مختلف المجالات المقدمة من جانب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 37 شهيدا و54 مصابة، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38,919 شهيدا و89,622 مصابا منذ بدء العدوان. وصف السناتور الأمريكي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، مضيفا أن غزة تعيش كارثة إنسانية مروعة، وأنه لن يحضر خطاب نتنياهو المقرر هذا الأسبوع أمام الكونغرس. يطلق وزير الصحة خالد عبد الغفار غدا إشارة البدء لتقديم كافة الخدمات الصحية من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العالمين، وذلك لخدمة حضور ورواد مهرجان العالمين 2024 ومحيطه، والذي يعد الحدث الترفيهي التنموي الاستثماري الأكبر بالشرق الأوسط. كما تقوم منطقة الخدمة الصحية بتقديم خدماتها لمنطقة الساحل الشمالي كاملة من داخل المهرجان بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية، كما تتضمن الخدمات كافة الاحتياجات الصحية في منطقة المهرجان. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، والتي انطلقت خلال الفترة من 11 من يوليو الجاري وتستمر حتى 30 من أغسطس المقبل. وينظم المهرجان اليوم عددا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، إضافة إلى أنشطة وفعاليات ترفيهية أخرى.